الخطير. بدلت كلمة رفقا بكسر للقوادير. تنافس على من يقتل الأنوثة تفاخر بكسر البراءة. ماتت الأنثى وانتشرت واندثرت عندهم المروءة. نساء تقتل بدم بارد في واضح النهار أمر. يعني ست كما تقول تكمل المسيرة بعدنا. بخصوص المرأة، الإسلام كرم المرأة بدليل أن هو جعلها لما جاءت الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال من أحق الناس بصحبتي؟ قال عمر. قال ثم من؟ يعني تقريبا ثلاث مرات قبل السدس، عدم وجود الفرع الوارث وترث الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وترث السدس في وجود حال وجود الفرع الوارث والمتال الاختار يرثان. شرط يكون من غريب حتى يكون داخل المنزل الشريك اللي هو يعرف بالاغتصاب الزوجي، اللي تقريبا نحن ما عندناش له اي نص قانوني جابنا. البلاد الإسلامية أسلم قال الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين، فالعيب فينا وليس في القانون وليس في الإسلام، فالقانون كله مستمر من الشريعة الإسلامية. ثم للأب ثم لأم الأب ثم للخالة من جهتين، ثم للخالة لأم ثم للخالة لأب ثم للعمة لأم ثم للعمة. هي تشتغل إن هي تجيب فلوس ما تصرف على روحها، ولأن هي تأخذ راتبها. في نساء واجد ما يأخذ رواتب حتى حسابات مش عارفاتها، فهذا هو العنف الاقتصادي اللي واجه فيه. مشمولة بالنفاذ المعجل حتى في أثناء الطعن، يجب على الرجل النفق على زوجته وعلى عياله. يكون عندي حس مبرمجة طبعا يبي تضامن، أنا مش حنشتغل بروحي بدون أي تضامن، يعني سواء كان الشباب أو البنات، يعني نساء أو رجال، أي حد عنده ضامن.